بسم الله الرحمن الرحيم. لكي تستفيد إلى أقصى درجة من هذا الكتاب فعليك اتباع هذه الاستراتيجية. ستجد بعد كل حكمة صفحتين. الصفحة الأولى خاصة بما تعلمته من هذه الحكمة فاتبع استراتيجية اليوم الأول، والصفحة التالية خاصة بالفعل الذي أخذته فاتبع استراتيجية اليوم الثاني. اليوم الأول، أولاً ابدأ من البداية واقرأ الحكمة الأولى واستخرج منها الدرس الذي تعلمته. ثانيا، اكتب القرار الذي قررته والفعل الذي ستفعله اليوم التالي. ثالثا، استخدم الإيحاءات. رابعا، تنفس بعمق 3 مرات واجعل الزفير أطول من الشهيق حتى تشعر بالاسترخاء. خامسا، أغمض عينيك وتخيل وأنت تضع نفسك في الفعل، واجعل الصورة قوية واربطها بأحاسيسك وكرر 3 مرات. أنا واثق من نفسي بإذن الله. سادسا، افتح عينيك. اليوم الثاني، أولا كرر ما فعلته في اليوم الأول. ثانيا، ضع نفسك في الفعل. ثالثا، قيم ما فعلته وعدل ما يجب تعديله. رابعا، استخدم التنفس العميق والتخيل مرة أخرى. خامسا، ضع نفسك في الفعل مرة أخرى حتى تحقق هدفك من الحكمة الأولى. تذكر دائما أن تأخذ بكل الأسباب وتتوكل على الله سبحانه وتعالى مسبب الأسباب، وركز على الإنجازات التي حققتها حتى الآن وليس على الأشياء التي لم تحققها بعد. لا تقارن بينك وبين أي شخص أو بينك الآن وبين ما كنت عليه في الماضي ولا ما كنت تريد أن يحدث لك في المستقبل. تعاقد مع نفسك. لكي تضع نفسك فعلا في الفعل، اكتب هذا التعاقد مع نفسك واعتبره أهم تعاقد تمضيه في حياتك، لأنه قد يحدث ما تريد من تغيير لكي تعيش حياة أفضل بإذن الله. بإذن الله أعاهد الله سبحانه وتعالى ثم أعاهد نفسي أن أستخدم ما في هذا الكتاب لكي أحدث التغيير الذي أريده في حياتي، وأن ألتزم تماما بمدة هذا التعاقد وهي 30 يوما، وأن أستخدم المهارات التي سوف أكتسبها من هذا الكتاب لمساعدة أكبر عدد ممكن من الناس. أتعهد أنا الاسم أن أفهم جيدا كل حكمة على حدة، وأن أتعلم درسها تماما ثم أخطط لوضعها في الفعل، وأن أقيم ما فعلته وأعدل فيه وأتعلم منه ثم أضعه في الفعل مرة أخرى حتى أحقق الغاية منه، وأن أساعد من حولي والآخرين بما تعلمته لكي يستفيد من هذا الحكم أكبر عدد ممكن من الناس، وأن أشكر الله سبحانه وتعالى وأذكره في كل وقت، وأن أرتبط به عز وجل ارتباطا وثيقا. نعم، أتعهد أن ألتزم بذلك بإذن الله مهما تكن الظروف ومهما تكن التحديات، وهذا إقرار مني بذلك. التوقيع، التاريخ. مقدمة. أشبع العقل حكمة واختبارا، واملأ القلب رحمة وحنانا. الشاعر القروي. بسم الله الرحمن الرحيم. هل من الممكن أن تكون غاضبا وتسمع حكمة تجعلك تنظر إلى الأمور بشكل مختلف فتشعر بالراحة والهدوء؟ هل من الممكن أن تشعر بالضياع وتسأل شخصا ما أو تقرأ كتابا أو تشاهد برنامجا روحانيا في التلفاز وتشعر بالحماس والثقة؟ هل من الممكن أن يشعر إنسان بالفشل فيتعلم من فشله ويحوله إلى نجاح؟ هل من الممكن أن يطرد شخص من عمله فيشعر بإحباط شديد ومع مرور الزمن يجد أن ما حدث له كان السبب في تقدمه؟ هل من الممكن أن تنفصل امرأة عن زوجها الذي كان قاسيا وبخيلا وتشعر بالضياع ثم تجد أن ما حدث لها كان بداية حياة سعيدة مع زوج آخر حنون وكريم؟ هل من الممكن أن يصاب شخص في حادث سيارة إصابة بالغة لأنه كان يقود بسرعة كبيرة ولا يعبأ بما قد يحدث فتكون السبب في أن يصبح أكثر حكمة فيما بعد
ويقود بهدوء وحرص. هل من الممكن للشخص المدخن أن يصاب بسرطان الرئة ويعلم أنه سيموت في أقل من سنة ويصبح داعيا إلى الله عز وجل ويساعد الناس لكي يدركوا خطورة التدخين ويحثهم على الإقلاع عنه؟ الحقيقة لكي يحدث تحول في حياة الإنسان يجب أن يرى الأشياء بطريقة مختلفة، فيتعلم من الماضي ويتقبله ويحوله إلى مهارة وخبرة فيكون عونا له في حياته. والآن دعني أسألك، هل هذه هي الحكمة؟ قال رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم: الحكمة ضالة المؤمن، فكل كلمة وعظتك وزجرتك ودعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة وحكم. وقال الإمام علي رضي الله عنه: من تبصر في الفطنة تبينت له الحكمة. إذن الحكمة هي البصيرة، هي قول أو كلمة تحدث توسعا في الآفاق وتعطي إدراكا ومعنى يوسع الآفاق ويجعل الإنسان يرى الأمور بطريقة أفضل، فتتغير أفكاره ويتحسن تركيزه وترتاح أحاسيسه وتتزن تصرفاته. ولكن من أين نحصل على الحكمة؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: خذوا الحكمة ولو من ألسنة المشركين. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: خذ الحكمة أن أتتك. وقال الشاعر القروي: استقي الحكمة لا يشغلك من أي ينبوع جرت يا مستقي، فشعاع الشمس يمتص الندى من فم الورد ووحل الطرق. وهناك قول عربي يقول: إذا وجدتم الحكمة مطروحة على السكك فخذوها. إذن يمكننا أن نجد الحكمة في أي شيء، في إصرار النملة والتزام العنكبوت، انطلاق الصقر وتغريد العصافير، في دفء الشمس وحرارتها، وفي ابتسامة الطفل وبراءته. الحقيقة أن الحكمة حولنا في كل مكان، في الطبيعة، في المواسم وتغيرها وتتابعها، في اختلاف الليل والنهار، في أنفسنا، في كل كلمة أو نظرة، في الشهيق والزفير، في التأمل، في أوقات الشدة والتحديات وأوقات الراحة والهدوء. ببساطة شديدة نستطيع أن نجد الحكمة في أي شيء وفي كل شيء، فقط عندما نترك لأنفسنا وذهننا العنان للبحث عنها والعثور عليها. في رحلة حياتي أكثر من 40 عاما من السفر والدراسات والأبحاث والتجارب والخبرات حصلت فيها بفضل الله سبحانه وتعالى على أكثر من 32 دبلوما في مواضيع مختلفة، مثل الفنادق والسياحة والتسويق والمبيعات والإدارة والقيادة وعلم النفس التقليدي والحديث وعلم الاجتماع والبرمجة اللغوية العصبية والتنويم بالإيحاء. وحصلت على الماجستير والدكتوراه في الميتافيزيقيا، وهي علوم ما وراء الطبيعة، وتعلمت منها ما لم أكن أتوقع على الإطلاق. ودرست في الشريعة الإسلامية وفلسفة الديانات، وتعلمت مباشرة مع أكثر العلماء علما وبراعة في مجالات الدين والروحانيات والتنمية البشرية والإدارية. وتعلمت فن الإلقاء مع مايكل بوشمال الذي يعتبر من أقوى علماء الإلقاء في العالم، والذي درب الرئيس الأمريكي الراحل ريتشارد نيكسون. ودرست التمثيل والكوميديا وكل ما أستطيع أن أدرسه لكي يساعدني في مهنتي الحالية. وحضرت ومارست في أكثر من 2000 برنامج ودورة في العلوم المختلفة، وقرأت أكثر من 11,000 كتاب وأكثر من 2000 بحث، وتعلمت وحفظت أكثر من 1500 حكمة وقولا للرسول محمد عليه الصلاة والسلام، ومن الرسل والأنبياء والصحابة والأولياء الصالحين، ومن فلاسفة قدماء المصريين والإغريق واليونانيين والصينيين واليابانيين والهنود الشرقيين. وإلى هذه اللحظة وحتى آخر لحظة في حياتي سأكون إن شاء الله
تلميذا في مدرسة الحياة، ودربت بالإنجليزية والفرنسية واللغة العربية في أكثر من 33 بلدا حول العالم، ولأكثر من 1,000,000 متدرب في أمسياتي وبرامجي ودوراتي وشهاداتي، وساعدت بفضل الله عز وجل آلافا من الناس في استشاراتي المهنية والشخصية والإدارية والزوجية وأيضا التربوية، وكانت بفضل الله النتائج ممتازة، مما جعل أعلى مستويات البلاد تطلب استشاراتي. وبفضل الله سبحانه وتعالى أسست وألفت علم ديناميكية التكيف العصبي، ماركة مسجلة عالميا Neuro Conditioning Dynamic، وأيضا علم قوة الطاقة البشرية. ونشرت بفضل الله عز وجل علوم التنمية البشرية في الوطن العربي وفي كافة وسائل الإعلام المختلفة، حيث أعددت وقدمت أكثر من 1,800 برنامج ومقابلة، وقد لاقت هذه البرامج استحسانا من الملايين حول العالم. ونرى الآن انتشار التنمية البشرية واضحا في الفضائيات والجرائد والمجلات، وأصبح عالمنا العربي من أقوى البقاع في الأرض التي تشد علماء الغرب والشرق، ونجدهم هنا بيننا من وقت لآخر. وقد كتبت حتى هذه اللحظة أكثر من 1,800 قول، وكنت أستخدمها باستمرار في برامج التلفزيونية وكتاباتي. وعرضت الفكرة على إحدى شركات الإنتاج والتوزيع، فرحب بها المختصون كثيرا. فعرضت الفكرة على بعض علماء العرب والمسلمين وأيضا المتدربين في برامجي، فوجدت منهم تشجيعا كبيرا. فكان القرار أن أقدم أول 15 من الحكم التي اخترتها بدقة لكي تساعدك على التغيير الإيجابي الذي تريد أن تحدثه في حياتك. والآن بين يديك خلاصة أقوالي التي ساعدت عشرات الآلاف من الناس على التغيير وتحقيق الأهداف والاتزان في الحياة والوصول إلى النجاح المتزن بين الدنيا والآخرة إن شاء الله. وأعتقد أنك عندما تفهمها وتضعها في الفعل سترى بنفسك التغيير الإيجابي الذي تريده في حياتك بإذن الله. فخذ كل يوم قولا وادرسه جيدا وخطط لتنفيذه، ثم في اليوم التالي ضعه في الفعل حتى ترى النتائج التي تريدها، ثم استخدم الذي يليه حتى تكتمل كل الحكم في 30 يوما. والآن تعال معي نبحر معا في أعماق النفس البشرية ونكتشف أسرار الحكم وكيف تستخدمها في حياتك اليومية وترتبط أكثر بالله سبحانه وتعالى وتحقق أهدافك وتترك بصماتك في الدنيا وتساعد أكبر عدد ممكن من الناس. فاشبع عقلك حكمة واختيارا حتى تملأ قلبك رحمة وحنانا. دكتور إبراهيم الفقي، القاهرة، في الأول من يناير عام 2010. أولا، نرى ما لا نريد ونريد ما لا نرى، فنفقد قيمة ما نرى ونضيع في سراب ما لا نرى. كن حريصا ألا تفقد قيمة ما ترى. هل هناك شيء في حياتك الآن لا تريده؟ وهل هناك شيء لا يوجد في حياتك الآن ولكنك تريده؟ أحمد مهندس ناجح، عمره 42 سنة، يعمل في شركة بترول عالمية بمرتب كبير، متزوج منذ 10 سنوات من ابنة عمه خديجة، وعندهم 3 أبناء. من الخارج تبدو حياته رائعة من وجهة نظر ومقياس أي إنسان آخر، فعنده الزوجة والأبناء والوظيفة والمال. ولكن من الداخل كان أحمد كثير الشجار مع خديجة، وكان دائم الشكوى بأنه يعيش في تعاسة ويشعر بالوحدة ويصاب بالإحباط أكثر من مرة في خلال اليوم. كانت شكواه الأساسية أنه لا يحب زوجته الحب الذي كان يتمناه، ولا يشعر تجاهها برغبة أو لهفة، وأنه مختلف تماما عنها في كل شيء، وأنها لا تنمي نفسها ولا تهتم بمظهرها ولا ببيتها، وأنها سطحية جدا، ولا يوجد عندها أي هوايات أو اهتمامات من أي نوع، فهي لا تقرأ ولا تحب القراءة ولا تشارك اهتماماته الشخصية مثل مشاهدة البرامج الرياضية والمشي. فكان يشعر بنقص شديد وبحياة روتينية بلا معنى، لذلك كان يقضي أوقاتا طويلة في عمله أو عند والدته أو مع أصدقائه، المهم أن يقضي وقته بعيدا عن خديجة. وأصبح تركيزه عليها سلبيا للغاية، ويزداد سلبية كل يوم، فتزداد تعاسته وبعده عنها.
وعندما كان يعود إلى بيته في ساعة متأخرة كان يتشاجر مع خديجة لأتفه الأسباب. وكان أحمد يرى في الآخرين ما كان يتمنى أن يراه في حياته ومع زوجته، ويتمنى لو أنه تزوج من امرأة أخرى فكان مستعدا لتغيير، ولكنه لم يعرف كيف يفعل ذلك حتى قابل سامية، وهي سكرتيرة تعمل معه في نفس الشركة التي كان يعمل بها. وكانت جميلة ومثقفة وذكية وتهتم بنفسها ومظهرها، وشعر أحمد أنه منجذب إليها، فكان يقضي معها أوقاتا كثيرة يتحدث إليها عن مختلف الأشياء، فكان الوقت معها يمر بسرعة لم يعرفها مع زوجته. كان أحمد يقارن بين زوجته وبين سامية، وكانت المقارنة دائما في صالح سامية، فقرر أن يرتبط بها، وبالفعل فتحها في الموضوع ووجد منها قبولا وبدأت العلاقة بينهما. تعلق بها أحمد وبعد كل البعد عن بيته، حتى اكتشفت زوجته علاقته مع سامية فطلبت منه الطلاق. هنا شعر أحمد بارتياح ووجد في طلب الزوجة طريق الخلاص فطلقها فعلا. وأخبر سامية بالخبر وأنه على استعداد أن يتقدم لخطبتها من والدها، فكانت المفاجأة عندما قالت له سامية إن والدها وافق على زواجها من شاب مثقف ومن عائلة تناسب عائلتها، ووافقت سامية على الزواج. أصيب أحمد بحالة عميقة من الذهول أدت به إلى إصابته بصداع رهيب وباكتئاب حاد، وبدأت رحلته مع العلاج النفسي والمستشفيات والعقاقير الطبية. هنا فكر أحمد في نفسه أن زواجه من خديجة كان سعيدا، وأن خديجة كانت امرأة مثقفة وخريجة جامعية وكانت تحبه حبا كبيرا، فتركت كل شيء من أجله ومن أجل تربية أولادهما الثلاثة، لكنه لم يرى ذلك فيها وكان يركز فقط على سلبياتها حتى ألغى تماما كل الإيجابيات التي كانت خديجة تتحلى بها. لم يكن راضيا بقيمة ما عنده، وكان يركز على القيمة الموجودة في الآخرين ويرجو أن تكون عنده، فأهمل ما عنده وجرى وراء سراب ليس عنده، فكان عقابه تعاسة ووحدة. فكر أحمد في نفسه وقرر أن يتصل بزوجته السابقة خديجة ويطلب منها أن تسامحه وتعود إليه، وبالفعل اتصل بها، ولكنه وجد مفاجأة أخرى لم يكن يتوقعها على الإطلاق، وهي أن خديجة تزوجت من شخص آخر. بكى أحمد بحرقة وهو يفكر في نفسه، كان عندي في حياتي قيمة كبيرة لم أعرف مقدارها حتى فقدتها، وذهبت أبحث عن شيء أريده ولكنني لم أعرفه، فكانت النتيجة ضياع الاثنتين. والآن دعني أسألك، هل تنتمي إلى هذه القصة؟ هل تعرف شخصا ما مر بنفس هذه التجربة في حياته الزوجية؟ أو تعرف شخصا آخر مر بنفس هذه التجربة ولكن في حياته المهنية لم يكن راضيا عن عمله، مع أنه كان عملا جيدا فتركه وعمل في مكان آخر، ولكن بعد فترة وجيزة فقد عمله لسبب ما وضاع منه الاثنان؟ أو تعرف شخصا آخر ترك بلده لكي يعمل في الخارج وفشل ولم يصبر فعاد إلى بلده بعد أن ضاع منه كل ما كان يملك؟ أو طالبا في كلية ما تركها بعد أن وصل إلى السنة الثالثة لكي يلتحق بكلية أخرى فلم يستطع الدراسة بها من السنة الأولى فضاعت منه الاثنتان؟ أنا شخصيا أعرف سيدة تركت أحلامها وأهدافها من أجل حياتها الزوجية وابنها وابنتها، وعندما بلغ أولادها سن المراهقة قررت تكمل دراساتها العليا حتى حصلت على درجة الدكتوراه، فركزت على حياتها العملية حتى وصلت إلى مركز مدير عام إحدى الشركات العالمية. وفي يوم اتصل بها زوجها في العمل وأخبرها أن ابنها الكبير الذي كان يبلغ من العمر 16 عاما قد أصيب إصابات بالغة في حادث سيارة وأنه في المستشفى في حالة خطيرة، فتركت الاجتماع والأوراق وخرجت مسرعة وهي تبكي حتى وصلت إلى المستشفى، وكانت الصاعقة بأن ابنها قد مات متأثرا بجراحه، ولم تصدق ما سمعت ورأت، وسألت الدكتور الجراح عما حدث حقيقة فأجاب بأن ابنها كان مدمنا
وكان يقود السيارة بسرعة شديدة وهو تحت تأثير المخدرات، فلم يلاحظ أنه كان يقود في الطريق العكسي فاصطدم بناقلة كبيرة. جلست الأم تبكي وهي تقول: تركت أولادي من أجل نجاح آخر، فضاع مني ابني الوحيد ولم أعد